من المعارك الخالدة في تاريخ أمة الإسلام معركة اسمها معركة عين جالوت، كانت نقطة فاصلة في مسار أمة الإسلام. يا ترى من هو قائد معركة عين جالوت وما هي قصتها؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير من بعثه الله رحمة للأنام محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على عبدك وخليلك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم عليه تسليما كثيرا. مر في تاريخ الإسلام محطات مهمة جدا، محطات بعضها رفع للإسلام ومحطات كانت نكبة على الإسلام، خسائر، استشهاد، فقد. راح أرجع قليلا قبل نتناول شخصيتنا اللي راح نذكر بصمتها في تاريخ الإسلام إلى يومنا هذا. هذه البصمة مدونة في الكتب، أي قارئ للتاريخ يعرف معركة عين جالوت. لكن نرجع قليلا حتى نربط بين الأحداث. في صحاري وجبال منغوليا رجل قتل والده، كان والده أميرا لقبيلة من القبائل المنغولية، والابن صغير، ثم بعد ذلك القبيلة طردت هذا الابن الصغير مع أمه لأنه كان يرجو أن يترأس القبيلة، فعاش في الصحاري والقفار، يأكلون الجيف ويصيدون الفئران والثعالب ويعتدون على الناس قطاع طرق. هذه الحياة أوجدت إنسان ذئب ووحش لكنه بصورة آدمي، هان عليه أن يرى الدماء تراق من الآدميين ولا من غير الآدميين. لما كبر استطاع أن يسترد حكم والده على هذه القبيلة، ثم بعد ذلك من شدة بأسه جمع هذه القبائل المنغولية ووحدها تحت مملكة عظيمة، مملكة التتر أو المغول، اسمه جنكيز خان، ترجمتها باللغة العربية أي قاهر العالم. ثم بعد ذلك سار في البلدان قتلا وتشريدا وإفسادا، أسقط الدولة الخوارزمية، ثم بعد ذلك في 656 قتل آخر خليفة عباسي المستعصم بالله، وبموته انتهت ما يسمى بالدولة والخلافة العباسية اللي كانت قد استمرت قريب من 500 عام. قتله قتلة تكرهها حتى لأعدائك. تصور هؤلاء المتوحشين ما يريدون مال ولا يريدون ثروات، يريدون إفساد. من ألف في تاريخ هذا الهجمة التترية على العالم، هم ما عندهم عقيدة معينة، هم ما عندهم فكر أو معتقد ينشرونه، لا، مجرد إفساد. تصور إذا دخلوا دولة ولا قرية ولا مدينة ينهبون الأموال، كل الأموال، أموال والذهب والمصوغات والمجوهرات يحطونها ويحرقونها بقصد الإفساد فقط. يعني مو يبي هو المال، لا، إفساد، يريدون القضاء على الجنس البشري. تصور هذا جنكيز خان أباح لجنوده أن يفعلوا ما يشاءون في بغداد لمدة شهر، في اليوم الذي قتلوا فيه الخليفة شهر كامل.
يقول ابن كثير وهو أشهر من ألف صاحب كتاب البداية والنهاية، على أقل ها، يعني هو اختلف المؤرخين كم عدد الذين ماتوا وقتلوا خلال هذا الشهر، يقول أقل تقدير ألف شخص، ألف يعني مليون. لك أن تتخيل حجم الدمار في بلدة، مدينة، دولة، مليون شخص يموتون في شهر، يعني رقم أشبه ما يكون فلكي. حتى الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية عدد القتلى ما وصلوا هذا العدد في يوم أو يومين. لكن إن ربك لبالمرصاد، من الذي أوقف هذا المد المغولي التتري وجعلهم يندحرون عن التمدد؟ بعد الفاصل. عودا على بدء، الحمد لله في هذه الأثناء أسقطوا الخلافة، عبروا بغداد، دمشق، حتى وصلوا إلى مصر وهي آخر معقل من معاقل الإسلام. يعني الله وحده فقط الذي يعلم لو سقطت وانهارت الدولة، دولة الإسلام في مصر في هذه المعركة، ما يعرف عواقب هذا الأمر إلا الله عز وجل. كان قائد المعركة والحاكم والأمير سيف الدين قطز، كان مملوك من المماليك، وهذه الدولة اسمها دولة المماليك. جهز الناس وشحنهم إيمانيا وعظيا وسلوكيا من أجل هذه المواجهة، وهو يعرف تماما، هذا البطل سيف الدين قطز يعرف طبيعة هذه المعركة الفاصلة، أنها فعلا معركة فاصلة في سنة 658 للهجرة. اختار هذا القائد من ذكائه أرض المعركة أن تكون في فلسطين، يبي أرض شبه منبسطة، ليست كالأراضي التي اعتاد عليها المعيشة في التتر والمغول، واختار أن يكون النزال في الصيف في شهر 8، لأنه يعرف أن الأيام الحارة العرب معتادين عليها، المسلمين معتادين اللي عايشين في دمشق وفي العراق وفي بغداد وفي مصر معتادين على الأجواء الحارة، لكن هؤلاء اللي جايين من جبال منغوليا مو معتادين على البقاء والقتال طويلا. فعلا وابتدأت المعركة، معركة عين جالوت سنة 658 للهجرة، وقد أبلى المسلمون بلاء حسنا. ولما احتدت المعركة صنع أمر لا يفعله إلا الأبطال، هذا سيف الدين قطز فعل أمر يعرفه الناس في ذاك الزمان، هذا أمر بطولي خلاص، يعني مثل ما احنا نسميه بلغة العصر الحالية، خلاص رجل بياع ما عندي شيء يخاف عليه. نزع خوذته ورماها، وحتى هذا الدرع الذي كان يتحصن به من رمي السهام والنبال قطه، خلاص معناته أنا شخص أبي الموت، خلاص صدري مكشوف ورأسي مكشوف، أنا خلاص أبي الحين ما أبي الحياة، أبي أموت. سبحان الله، لما رأى المسلمون القائد رئيسهم، رئيس الدولة وقائد الجيش وزير كل الجنود على فرسه يقط الخوذة ويقط الدرع ويقبل إلى هؤلاء، سبحان الله استبسال ما بعد استبسال فعلا. فاستبسل المسلمون استبسالا، سجل التاريخ هذا الاستبسال لهم إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا تدرس معركة عين جالوت وتفاصيل هذه المعركة. وكتب الله عز وجل النصر للمسلمين على هؤلاء المغول التتر المجرمين، وفعلا هذه أول معركة يخسر فيها التتر، وكانت بداية
النهاية لهذه الدولة اللي استمرت سنوات جعلها الله عز وجل نسيا منسيا. رحم الله هذا القائد البطل رحمة واسعة.